عليكم، اهلا وسهلا الغزالات، شخباركم وراكم ديانا، احوالكم طيبه. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال هذا النهار هذا ان شاء الله يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد وروتين جديد. اليوم ان شاء الله روتين غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كامل كيفاش غادي يجوز ان شاء الله. بعد اول حاجه كنبغي ندير لكم الغزالات ديالي شكرا لكم بزاف على لي كومونتير ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم مع الفيديو. الاخوات كلشي تقريبا ماشي تقريبا وانما كلشي، ما جات حتى شي كومونتير خايب، ما جات حتى شي كومونتير سلبي في الفيديو اللي داز قبل. يعني كلشي البنات بغاوني انني نبارطاجي معاهم هكايا التحضيرات ديال رمضان، وبما انكم بغيتوا هذه التحضيرات فاختي على الرسولين مطلوب سوي الموجود. بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الروتين اللي هو غادي نوجدوا ان شاء الله داكشي تسلو القوام ديال تسلو ان شاء الله. هنا راني ديجا هنايا الزنجلان انتما كتشوفوا هذا راه ديجا غسلته نقيته وكل شيء، هذا خصو غير يتحمر صافي. ها هي هاد الكميه وها هي الكميه الاخرى. اليوم ان شاء الله غادي يكون خاص غير بالتحمار ديال الطحين، واخا هي من الاحسن باش نلاتي نحط هادشي باش نقدر نهضر معاكم. بالنسبه للبنات اللي تيشدوا الطلبيات اولا، بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو هكايا يوجدوا سلو ويوجدوا هادشي بحال هكا على تيساه، فمن الاحسن انكم كل مره ديروا حاجه بحال مثلا تخصصوا واحد النهار بحال داك العام خصصت نهار غير ديال الطحين، لان كانت عندي واحد الكميه اللي هي كثيره كان خاصني نخلطها، خصصت نهار غير ديال الطحين. نهار ديال الزنجلان رغم ذلك كانت الوالده ديالي كتعاونني نعطيها صحيحتها والله يجيبها لنا ان شاء الله على خير، كانت نافعاني في رمضان كتاخذ ليا مسكينه الزنجلان وكتغسلو وتنقيه. اما واحد فينا هو حيت يلاه خرجت كان خاصني شي حويجات هكا غير خفافين مشيت جبتهم دابا. اما واحد مولاي نافع وحبه حلاوه وعمري في حياتي ما نقيتهم، هي ماما مسكينه اللي كتنقيهم ليا كتشريهم على تيساه كتبقى تنقي فيهم كل مره تنقي ليا شويه وكتطحنهم ليا وتقادهم ليا وديرهم ليا في قاعي كنمشي انا غير كنجيبهم. ايوا ماما اش غنقول لك، خليتي علينا بلاصتك وخليتي بلاصتك نقيه، ولا دابا كلشي خصني نديرو انا. الوالده ديالي ما كايناش، كاينه عند اختي برا راه من شحال هادي حيت ما بقيتش حطيت لكم فيديوهات، يعني حتى شي ما بقيتش حطيت لكم فيديوهات، ما عرفتوش بلي ماما دابا راه ما كايناش هنا في المغرب كاينه على برا. ونتمنوا ان شاء الله تجي ان شاء الله بخير وعلى خير، الا جات الا كتاب وجات غتلقاني ساليت داكشي ديال السلو، ما كتابش راه المهم هادشي راه غادي نوجدوه ان شاء الله راسي وصافي. المهم كانت النص ديال هادشي كتحيدو ليا ماما صراحه. المهم ما عليناش، فكيف ما قلت لكم داك العام كنت درت طحين نهار بوحدو لان كانت عندي واحد الكميه كثيره. اللوز تاني كندير ليه نهار بوحدو كنفسخو كنقليه صافي، كيبقى ليا غير النهار ديال الطحين والتخلاط صافي، ما كنحسش بداك الضغط. اليوم تاني حيت شويه مدروكه خاصني نحمر الزنجلان عندي واحد الكميه خاصني نحمرها، اللوز حتى هو عندي واحد الكميه خاصني نفركها وامام طون نقليها. شنو اخر عندي؟ الطحين حتى هو كيخصو يتحمر، شي خصو يتحمر في الطحين في الكوكوط، شي خصو يتحمر في الفران، لا شي خصو يتحمر في الكوكوط وشي خصو يتحمر في الزيت ناري. ما تديوش عليا صافي، انا ملي كيبان لي هادشي ديال التماره وهذا كندوخ. المهم ما علينا، شي خصو يتحمر في كوكوط، الكوكوط مازال باقا عندي تمايا مصايبه فيها مطيشه وطحنتها دابا، بقى خاصني غير نصفيها ونديرها في بواطات ونمشيها في فريكو نغسل الكوكوط وبدا ان شاء الله كنحمر في الطحين. بالنسبه لهذا غادي نشعل فران، في العاده انا كنت دائما كنحمر غير في كوكوط سواء زنجلان سواء الطحين. دابا ان شاء الله باش ندير هكايا نزرب شي شويه وما يدركنيش الوقت، فغنضطر انني نشعل ان شاء الله الفران. غادي ندير واحد الويطه ديال الزنجلان في الفران واومام طو غادي نحمر هذا الدقيق في الكوكوط. هنايا البنات كان خاصني غير شي تقضيه هكايا خفيفه اللي مشيت جبتها، بحال مثلا هنا زدتني اللوز
لان ديجا عندي واحد الكميه هنا، زدتني واحد الكميه واحده اخرى ديال اللوز بالنسبه للزنجلان البنات، باش صراحه لا بالنسبه للوز ولا بالنسبه للزنجلان. بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو يخدموا طلبيات وكيبغيو ياخذوا الكثره، فبالاحسن تبقاو تاخذوا الخنيشات بحال اللوز كتباع كرطونه، وبحال الزنجلان كيكون من 5 كيلو الفوق كيتقام عليكم ارخص. هنايا من 10 كيلو تقريبا. انا هنا هذه هي الخنيشه اللي واخداها، هذه ديال الزنجلان كنخدم بها. شحال بقات فيها؟ شحال بقات هنا؟ واقيلا بقات شي 2 كيلو تقريبا ولا 1 كيلو ونص كيلو بقات. المهم ها هي فيها 10 كيلو، شوفوها ان شاء الله ملي غادي تسالي ليا كناخذ 10 كيلو وحده اخرى. كتدي لي صراحه كتدي لي احسن وكتقام عليا، حتى في الثمن كتقام ارخص. شنو اخر خديت هنايا؟ خديت سكر كلاصي سبيسيال، لان سلو ضروري خصو شي حاجه اللي هي مزيانه، فخديت سكر كلاصي سبيسيال. شنو اخر عاوتاني خديت هنايا؟ سنينه، لان بغيت نصايب العسل، فكل مره كنصايب شويه وكنجمعو في السطر، كنصايب شويه وكنجمع في السطر. فجبت معايا سنينه، جبت معايا ثلاثه ديال الباكيات ديال سنينه. حيدو الكاسين هنا، بسم الله مع الكازا غير ما والله العظيم معطو واحد الصهر في الزنقة، سبحان الله العظيم يا ربي ترحمنا. وصافي هذه الباكية الأخرى، يعني خديت ثلاثة ديال الباكيات ديال سنينة. ما عرفتش واش غيبقى ليا الوقت باش نطيب العسل اليوم ولا لا، المهم أنا غادي نشوف على حسب. وهنايا البنات خديت النافع وحبة حلاوة، هادو صراحة غنخلي حتى نسالي وبالليل، وعاد إن شاء الله غادي نهرب لهم ونلقيهم باذن الله نقينا في الحياه. هنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو، هنايا كيلو ديال الكاوكاو اللي هو مفسخ، هذا غادي نوريكم شنو غادي نديروا ليه باش كيتحيد منه داك الجل. دخل سبق ليا وشاركت معكم الطريقه، الا بغيتوا تصايبوا به مثلا بريوات، ولا بغيتوا تصايبوا به السيجار معسلين، اولا بغيتو ديروه في السلو. انا غادي نبارطاجي معكم دابا الطريقه كيفاش كنغسلوه وكيفاش كنطيبو باش كيتحيد منه داك الجهد ديال الكاوكاو. صافي هادشي اللي كاين. شنو بقى؟ صافي جبت هنايا الحامض، ديجا باقي عندي الحامض، وجبت هنايا حامض على حساب العسل. وصافي هادشي اللي كاين. دونك الحويجات اللي ما غاديش نحتاجهم غادي نجمعهم، بحال دابا هاد السنينة صافي غنجمعها، انا ما غاديش نخدم بيها دابا، نخليتها لوقيتها بالخدمة. وعاد ان شاء الله صافي خلي نجي نطيب العسل عاد نولي نجبدها. المهم غير باش نخوي عليا الكوزينة، رغم ذلك انا راه مخلية حتى شي حاجة هنايا قدامي، فاش كنبغي نخدم شي كوموند بالليل البنات كنغسل ما عاد نرجع لبلاصتو، كنخلي الكوزينة والبوطاجي نقيين باش كنفيق الصباح كنكون عارفة راسي شنو غندير. صافي فطرت قبيلة، راكم عارفين النظام اللي متبعاه، فطرت قبيله البنات دابا كنشرب غير فن اميها. صافي الكوزينه راه خاويه، ما فيها ما ما فيها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما فيها. كاينه الكوكوط اللي محطوطه تما ديال هذا ديال مطيشه، كيخصني نصفيها دابا، هي اول حاجه غادي نديرها هي ديك المطيشه، غادي نصفيها ونديرها في بواطه مخشيه في المجمد باش نغسل الكوكوط وندير فيها الطحين. صافي وهذا غادي نشارك معكم حتى هو الطريقه ديالو ان شاء الله، دابا غادي نحطو هنايا. صافي نشعل الفران باش نبدا كنحمر في الزنجلان، نحط اللاطه الاولى تحمر، باش كما قلت لكم الا جيت نبقى نتسنى في الكوكوط حتى تحمر ليا واحد الكميه كثيره ديال الطحين ما غنساليش. داكشي علاش اللهم نخدم الفران ونخدم البطاطا ان شاء الله. وهذا ما كان الغزالات، واي حاجه درتها فراني غادي نبارطاجيها معكم كيف ما بغيتو. المهم بالنسبه للاخوات قال لك شوفي غير بارطاجي معنا الفيديوهات ديالك كيما كان، النهار ديالك كيف ما بديتي داكشي ديال التحضير بارطاجيه معنا، انا داكشي اللي كاين راني غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله. المهم البنات دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نبارطاجي معكم بالنسبه للكوكب. انا هنا عندي غير كيلو، غادي نوريكم ناخذو وغادي نغسلو. ضروري تغسل وتعاود تغسل وتعاود، لان كيكون فيه خراب كيكون فيه شحال من حاجة. شفتو؟ غادي ناخد الشبيكة وغادي نصفي.
نعاود عاوتاني. شوفوا الماء ديالو شفتوا شحال مسخ، عرفتش كيبان لكم بالله. نعاود عاوتاني، المهم كندير هاد العمليه تقريبا واحد 3 ديال الخطرات حتى ما تلقاش من هذاك الماء ديال الكاوكاو مسخ. وعاد كنخليوه ينشف مزيان، وموراها كندوزو هكايا بالمكينه الا كان فيه شي عود ولا شي حجره ولا شي حجره. اصلا الا كانت شي حجره ولا هذا راه كطلع لكم الفوق نتوما. الحمد لله الكاوكاو راه زوين، ما فيه حتى شي حاجه من سوس ما والو. صافي نعاودو عاوتاني نصفيوه. نعاودو مره اخرى صافي، وغنخليه في الشبيكه حتى كينشف ليا من داك الماء. عاد ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نقليه. اللي بغى يقلي يقلي، اللي بغى يحمرو في الفران يحمرو في الفران. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار، وكل واحد والطريقه ديالو في السلو، كل واحد وشنو كيبغي. بالنسبه للوستاني كذلك ومثال، كاين اللي كيبغيه مثلا محمر في الفران، كاين اللي كيبغي يقليه في الزيت. انا ولفت تقريبا هاد الطريقه هذه اللي كنديرها كل سنه البنات، اللي معتمده عندي انني هذا اللوز كنقليه صراحه. صافي شفتوا، غادي نحيد الحبات اللي باقين. صافي غادي نخليه يتسقطر هنايا على خاطر خاطرو ان شاء الله. شفتوا خليه يتسقطر على خاطر خاطرو. صافي نحل عليه الشرجم ونخليه ينشاف ليا مزيان. عاد ديك الساعات نولي ناخذو ونقليه. وكما قلت لكم اللي بغى يحمرو في الفران راه لكم الاختيار، واش تقدروا تحمروه ان شاء الله في الفران. هيا البنات اليوم الى صافحه تالفه مع عثماني الله يستر ما تدوش عليا. شنو قلت لكم؟ قلت لكم فاش غنغسلوه نخليوه يتسقطر. لا البنات لا ما غنخليوه يتسقطر حتى نطيبوه في الماء المره الاولى يغلى، ونعاود نطيبوه في الماء المره الثانيه يغلى تحيد منه ديك الكشكوشه. عاد ديك الساعات كنصفيوه ونخليوه ونخليوه يتسقطر. ما ديرش عليا صافي صافي مشي. عرفتي بقي عرفتي انت تفكرت راه من قبيله خليته كيتسقطر. ومشيت جبت مطيشه اللي كنت مطيباها ديجا، ها هي شديتها طحنتها، ها هي شوفوها قدامكم شفتوها جبتها وطحنتها. صافي وكنقول شي حاجه ناقصه ما درتهاش. وهو راه مباشره فاش كنغسل الكاوكاو كنديرو في قويميله ولا في كاسرونه وكنديرو كنديرو كيغلى. صافي مني كيغلى غادي تشوفوه معايا، مني غادي يغلى غادي تكون لينا هنا واحد القشره، غادي نشدوه نخويو هذاك الماء ونعاودو نديرو ماء اخر غير كيغلى ويغلى يعني يبقبق مزيان ويدير لينا هذيك القشره داك الكاوكاو. اوتوماتيكمون ديك الساعات كنشدوه كنخويوه في شبيكه ونبدلو ليه الماء ونديروه المره الثانيه مباشره. المره الثانيه فاش كيغلى عاوتاني صافي كنصفيوه وكنخليوه في الشبكه حتى كينشف. عاد ديك الساعات كندوزو كنقليوه. وهذا الشيء اللي كاين اخواتاتي، وغديوش عليا اختكم راه صافي طار لي الفريق. فاش كنضحك كنقولها ويلي، وكنهضر منيتي زعما كنقول لكم هانتوما شوفوا تغسليه وتعاودي وتغسلي وتعاودي. وعاد باش ديريه زعما يتسقطر هو خاصو حتى يغلى. الدور ديال هاد الماء فاش كنديروه يغلى المره الاولى والمره الثانيه، الدور ديالو هو انه كيحيد لينا داك الجهد ديال الكاوكاو. بهاد الطريقه ديروها الا كنتو غتعمرو بريوات، كنتو غتعمرو لينان، كنتو باغيين تدخلوه في السلو، هذه هي احسن طريقه تقدروا ديروها باش كتهرسوا داك الجهد ديال الكاوكاو. وهو راه كيجي بنين 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 في السلو. انا راه السلو في الاول كنت كنديرو غير باللوز والزنجلان. واحد النهار قلت علاش كنشوف كلشي الناس تقريبا كيديروا الكاوكاو هذا، قلت علاش لا ما نجربش. ملي جربته والله العظيم الا كيجي زوين، ولكن كندير كيلو في واحد الكميه نتوما تشوفوها ان شاء الله من بعد.
ديال اللوز وزنجلان وهذا يعني كتكون منه هو غير كميه قليله صافي. هذا ما كان دابا ان شاء الله هاد المطيشه ها هي راها طابت. هذه غنخليها للحريره كسيكس ولا بغيت نديرو وصافي. ولا بغيتوني نشارك معكم ان شاء الله الطريقه خليوها لي. الطريقه راه سهله وديجا بارطاجيتها معكم شحال من مره. ولا بغيتوني ندير معكم طريقه واحده اخرى ديال البيتزا بالزعتر وبالاعشاب المنسمه حتى هي كتجي بنينه كتكون نفس الطريقه يعني بحال هكا وكنعاودو نرجعوها للقليه وكنزيدو لها اعشاب منسمه وهذا صافي. وكنخليوها حتى كتبرد وكنديروها في بواطات ولا في دوك لي بلاستيك ديال المجمد. هادشي اللي كاين الغزالات وهانتوما معايا. هانتوما البنات خاص الكاوكاو يولي بحال هكا شفتوا هاد القشره كامله كطلع. دابا هاد الماء غادي نحيدو وغادي نبدلو ونولي ندير ليه ماء اخر صافي. هنايا البنات مطيشه طحنتها خرجت ليا هاد ثلاثه ديال البطاط ولكن راهم بطاط يعني تبارك الله ما شاء الله راه كبيرين. هادو غادي نخليهم يا اما الحريره ولا كسكسو. درت كسكسو غنجبد بواطه درت حريره غنجبد بواطه ديال كوكوط كبيره صافي. هادشي اللي كاين هادو عشو الكوكوط سخونه. انا راه كل عام سبحان الله العظيم كنتحرق فاش فاش كنبغي نوجد سلو سبحان الله. غندير شويه بشويه باش ما نتعطلش صافي. الاخر غادي نحشيه في الفران ان شاء الله. قلت نخلي الدقيق هو الاول لانه كيغبر الدنيا. قلت اللهم نخلي هذا هو الاخر. كما قلت لكم غادي نحمر شويه بشويه حتى كيتحمر ليا هذا. راه دغيا الزنجلان ما كيتعطلش نقص عليه البوطه باش ما يتحرقش صافي. وعاد باش ندوز ان شاء الله نبدا نحمر الدقيق. هذا غادي ندخلو دابا الفران باش نسرع هكايا الوقت وصافي. وبالنسبه للوز البنات ها هو حتى هو درته هنايا في المغليان. خديت اللوز اول حاجه درته هو غسلته بالماء بارد باش كيتحيد منه داك التراب ديالو. من بعد درته في قميله وخويت عليه الماء طايب مزيان وغادي غير نطلع فيه ديك الغليه باش كيسهل عليا انني نحيد ليه ديك القشره ديالو صافي. مني غادي نقشرو ان شاء الله عاد غادي نقليوه. هذا ما كان. وكما قلت لكم اللي بغى يحمروا في الفران يحمروا في الفران حتى هو تيجي زوين. هنايا البنات عندي الطحين مع الزيت غادي نحمرهم حتى هما. عندي كيلو ديال الطحين غادي نحمره في اطرو ديال الزيت. فملي كنبغيو نحمروا الطحين في الزيت في كل كيلو ديال الطحين كيتحمر في اطرو ديال الزيت. ما تخافوش منه البنات كيجي واعر وكيعطي تسلو واحد. التعليكه البنات خطيره خطيره خطيره. نتوما كيبقى لكم على حسب الكميه مثلا اللي غادي تخلطوا. كانت شي كميه اللي هي كثيره راه تقدروا ديروا حتى 2 كيلو ديال الطحين محمره في 2 اطرو ديال الزيت. كانت عندكم غير شي كميه اللي هي قليله راه تقدروا ديروا نص كيلو ديال الطحين محمر في نص اطرو ديال الزيت اولا ربعه ديال الطحين محمره في ربع اطرو ديال الزيت. وخايبه لكم هذا الشيء زعما مكور بحال هكا انتوما غادي تشوفوه من بعد ما غيبقاش هاد الكويرات هادو راه ما غاديش يبقاو. غير يبدا يسخن لينا الزيت غادي تشوفوا انه ما غيبقاش هاد الشيء كاع. غادي تحمر لينا داك الدقيق وكيولي مذهب وكيعطي لسلو واحد اللوين اللي زوين بزاف. انا هادي راه هي طريقتي من سنين البنات. اللي غتقول لي راه ماشي صحي وهادي شوفوا البنات حنا عارفين هاد الشيء ولكن راه كل واحد واشنو مولف وكل واحد وباش كبر. حنا هذا هو سلو اللي مولفين كنديروه مني كنت انا صغيره والوالده كانت كدير سلو. ولفت هاد الطريقه هذه فرا اللي كنديرها. مرت خالي حتى هي نفس الحاجه وصراحه كيجي خطير. بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يديروا سلو صحي ديروا. انا كنقول حاجه كناكلها مره واخا داير الريجيم واخا هذا ولكن كنقول واحد الحاجه اللي داير اللي غادي ناكلها غير مره في العام دونك ماشي مشكل انني نديرها واخا ما تكونش صحيه فهمتوني. وعاد خلاص بالنسبه لي كوموند فاش كندير لي كوموند راه الناس اللي كيكومونديو من عندي سلو كل سنه راه نفس الطريقه ما كنبدلهاش يعني راه كل ما كانش عجبهم ما غاديش يوليو يعاودوا يكومونديو واش فهمتوني. هذا ما كان انتما كتشوفوا هما دوك الكويرات غاديين وتيدوبوا يعني ما تيبقاوش من حد الزيت كيسخن
هو غادي ودوك الكويرات كيدوبوا، هو تيشد لكم شي شويه الوقت وكيبغي انك تكوني بخاطرك. وانا صراحه البنات فاش كنكون كنوجد في هذا الشيء ديال سلو ما تيجينيش الملل، ما تنحس بواحد الراحه، تنحس براسي انني كندير هذا الشيء بحب، سيرتو في داك الشيء ديال التحضيرات رمضان. ما عرفتش علاش، واش نتوما بحالي ولا غير انا، المهم كنحس براسي كندير شي حاجه اللي هي زوينه، كيعجبني الحال انني نوجد بحال هذا الشيء هذا. سبحان الله. ايوا هذا ما كان بالنسبه للدقيق، كما قلت لكم شي غيتحمر في الزيت وشي غيتحمر عادي، انا راه دايره النص في الفران كما قلت لكم باش نسرعوا العمليه ديال هذا الشيء كامل على حساب الاضاءه عاوتاني، باش ما تعرفوا دابا العشيه الاضاءه كتبدا كتنقص، داكشي علاش كنحاول انني نخدم في البوطه هنا ونخدم او ميم طو في الفران. هذا ما كان، دابا بقى لي غير الكاوكاو واللوز خاصهم يتقلاو ان شاء الله، والطحين نكملو حتى هو يتفتح مار وفي التغربيل. ايوا هادشي اللي كاين، وحنا غاديين شويه بشويه ان شاء الله حتى نسالي. هانتوما البنات بالنسبه لداك الدقيق كما قلتلكم هو راه تيشد شي شويه الوقت، ما كيبقاوش فيه كاع دوك الكويرات، دابا راه قريب، راه بقالو غير شويه وغادي يتحمر. شفتو غير هو ردو منو البال، شوفوا يبانوا لكم هاد النقيطات. انا ضروري كما قلت لكم ما نتحرق، كيبقى يطير داك الزيت ديالو كاع يديا من هنا مشات ليا بداك الزيت، زعما ردوا البال بزاف بزاف لانه كيبقى يطير. نعاودش لكم هنايا بالنسبه للكاوكاو درتو حتى هو باش يتقلى، درت الكميه الاولى عاد غندير الكميه الثانيه، وكيتقلى في زويته اللي هي بارده، سوا اللوز سوا كاوكاو كيتقلاو في الزيت اللي هي بارده. انا هاد الزيت هذا غادي نقلي فيه الكاوكاو، ومن بعد غادي نقلي فيه ان شاء الله اللوز. وهنايا البنات راه الطحين راه كيتحمر عادي، فصراحه الكوكوط كتحمر احسن من الفران، الفران كيتعطل شويه العكس ديال الكوكوط. الكوكوط دغيا واخا كتكرفس الكوكوط وكتولي حالتها، مي راه كتقلي لك البهارات دغيا دغيا. ايوا حنا علاين علاين تقريبا باش نساليو ان شاء الله بحول الله. هذا ما كان الغزالات ديالي. هانتوما البنات انا راني طفيت عليه، واخا الكاميرا ما عطيهاش حقو، راه هو داير اللون ديالو شويه بحال الكراميل فاتح، راه مازال غادي يرجع عليه هذاك الزيت وغادي تشوفوا اللون ديالو كيفاش غيولي. يعني خاصكم من يوصل لهذا اللون هذا صافي كيبدا يذهب كطفيو عليه، راه عرفتوا شحال هو كيبان، صافي كيذهب كطفيو عليه. هنايا في الكاميرا كما قلت لكم ما عطيهاش حقو، يعني ما باينش اللون ديالو الحقيقي، العكس هكا كنشوفو انا بالعين المجرده كيبان اللون ديالو زعما محمر. كما قلت لكم انا صافي راني طفيت عليه، هو راه هذيك السخونيه ديالو مازال غادي يطيبو باش فهمتوني، يعني ما تخليوش حتى كيغمق اللون ديالو راه يولي لكم كحل، واش فهمتوني؟ دونك غادي تخليوه في هذا اللون هذا، وهو ان شاء الله ديك السخونيه ديالو كترجع علينا. ايوا هي البنات، وها انا رجعت لكم صافي تقاديت وسخفت عييت. المهم بالنسبه لهذاك الطحين هو هذا راه باقي سخيخن، خويته هنايا في هاد السليفه هادي باش غادي ندير كيلو اخر ان شاء الله يتحمر في اطرو اخر ديال الزيت. الكاوكاو ها هو كامل تحمر، صراحه الكاوكاو زوين تحمر جمدهب زوين. اللوز البنات ها انا كنقلي فيه، اي سخون ها هو كما كتشوفوا انا كنقلي فيه، صافي. بالنسبه للطحين ها هو مازال غادي نزيد الطحين لان هاد الكميه ما كافيانيش، لانه فاش كيتحمر كيتنقص هذاك الكميه ديالو كتنقص، وعاد خلاص مازال خاصو يتغربل، يعني مني غادي يتغربل ثاني غتزيد تنقص الكميه ديالو اكثر. دونك الطحين مازال غادي نحمر الطحين بالحق البنات، ماشي دابا صافي، دابا راه العشيه والحال غادي يبدا يظلام، صافي غنخليتها للصباح ان شاء الله فاش نوض مع البنات، وعاد ديك الساعه نكمل الشغل ديالي. وبالنسبه للزنجلان ها هو راه تحمر وصافي، الزنجلان اللي ساهل صراحه دغيا دغيا، الطحين اللي تيشد شويه الوقت هو وهذا ديال الزيت. ايوا صافي دابا بقى لي غير نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال اللوز في القليان، صافي وعاد هادشي كلشي غادي نغطيه ان شاء الله، يا اما نخليهم في هاد الزليفات هادو ندير لهم السلوفان، يا اما نديرهم في بواطات هكا يوم نغطيهم ونخليهم حتى الغدا ان شاء الله. هذا ما كان الغزالات، هنا غادي نسد معكم الفيديو ديال هاد النهار هذا،
كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. صافي سخفتي جاني الجوع خصني ناخذ الغدا ديالي. ايوا هذا ما كان غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينه واللايكات ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال التحضيرات ديال السله. باي باي.